جبتهم الاسناح عندي قبل الشوط الساعه 12:30 دخلنا الاسناح شفنا الهواء رسبتهم خطه الاسناح لان الاسناح اليوم الاسناح البرثة اللي يمكن اكثر الربع يفكر بس في شوط في هده الطير ما يفكر في نهايه الطير لان الهواء لو تلاحظ عليه جاي شمالي يعني جاي من الشمال شرقي فالطير لو انتسف وعندنا اسناح من اخر اسناح طالع شوي شمال شرق طالع شوي يمين فاكثر الطيور بتشوح يسار فراح يسار واكثر الناس الداعي يرجع ورا فيغطي عليه الاسناح ويرتفع فوق ويطلع ورا ويطلع ورا قصدك ورا الاسناح ورا الاسناح مو قصد السنسر وشفنا وايد هذا فانا رسمت له الخطه حق الداعي قلت له اذا شفت الطير طلع يسار انت روح صوب الشارع اذا سحبت الطير شفته نص الخط ارجع بيرد دابر وياه فهني دخول الطير بيكون اسرع اي نعم في دخول الطير